السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلاب سينيور 1، معاكم مستر اسلام. الفيديو ده هنتكلم فيه على ليسن 2 في شابتر 1 يونت 2 اكسلريشن. اول حاجة عندنا عايزين نعرف يعني ايه اكسلريشن. فقال الاكسلريشن ديت هي عبارة عن the change the velocity in a unit time. That change the velocity in a unit a time. طيب يعني ايه change the velocity؟ قال لي الاكسلريشن طبعا هو رمزها هيكون ايه، الميجرنج يونت بتاعتها على حسب الانترناشنال يونت متر بير سكند باور 2، والدايمنشن فورمولا هتكون ال دوت تي باور نيجاتيف 2. طيب that change، كلمه change هنا معناها دلتا، وvelocity معناها v، يبقى انا اقدر اقول ان قانون الاكسلريشن عبارة عن دلتا في in a unit time over دلتا تي. يبقى قانون الاكسلريشن عندي هو a equal دلتا في over دلتا تي، والاكسلريشن عندي بتقول ان هي عبارة عن the change in the velocity. معنى كلمة change حاجة من اتنين، يا اما increase يا اما decrease، ونركز شوية معانا. يبقى انا عندي الاكسلريشن دي عبارة عن ايه؟ the change in the velocity اللي هي الدلتا في in a unit time اللي هي الدلتا تي. طيب وكلمة change دي معناها يا اما increase يا اما decrease. الميجرنج يونت بتاعت acceleration متر بير سكند باور 2، وينفع لها كيلومتر بير اور باور 2، بس دي الاس اي يونت الانترناشونال، والدايمنشن فورمولا بتاعتها ال دوت تي باور نيجاتيف 2. تمام، يبقى انا لو حبيت كمان احطهم في تراينجل هيبقوا بالشكل ده كده. هحط له فوق الدلتا في، واحط له هنا الاي وهنا التي. طيب نبدا بقى، ممكن نكتب القانون بطريقه تانية. اقول له ان الاي ايكوال في اف ماينس في اي اوفر تي اف ماينس تي اي. مين بقى الاف والاي دول؟ في اف على بعضها ده معناها ان هو فاينل velocity، معناها ان هي final a velocity، اما اكيد تي اف بردك هيكون final time. طب و في اي معناها initial velocity، initial velocity، و دي اي بردك معناها initial time اللي هو ايه، ال first time يعني. طيب احنا عندنا هنا في two types of acceleration. types of acceleration قال لي يا اما في uniform acceleration يا اما عندي في non uniform acceleration. يا uniform acceleration يا non uniform acceleration. بالنسبة لي ال uniform acceleration شبه بالظبط تعريف ال uniform velocity، انه هيحصل a change لل velocity by equal amount at equal times. اما لل non uniform velocity فهيحصل a change لل velocity، a change لل velocity by unequal amount at equal time. يعني احنا شبه تعريف بالظبط ايه، ال velocity ال uniform وال non uniform شبيه جدا لل uniform acceleration وال non uniform acceleration. هناك كان تعريف ال velocity كان عبارة عن d over t، فكنت بقول له displacement equal ال time equal ده uniform، وكنت بقول له displacement unequal ال time equal ده non uniform. اما احنا دلوقتي مالناش دعوة بده، احنا عندنا دلوقتي قانون ال ايه، ال acceleration اللي هو delta v over t. ال delta v over t، delta v معناها change، يبقى هيحصل change velocity by equal amount in equal time ده يبقى uniform، لكن لو فيها ان ايكوال تبقى بردك نون يونيفورم. لو حبينا نحط جراف هنا بالنسبه لليونيفورم اكسلريشن هيبقى بالشكل ده كده بالظبط، وهنروح نحط طبعا ايه هنا، هيكون عندي هنا الفي وهيكون عندي هنا التايم، وهيطلع عباره عن ستريت لاين ستارت فروم اوريجينال ايه بوزيشن هنا في الشكل دوت، عباره عن ايه، ان v و t graph، وهيكون هنا السلوب equal a equal a. طب جه منين ال a بقى هنا؟
اللي احنا لسه قايلين من شوية ان السلوب ايكوال الواي اكس، الواي سلوب ايكوال الواي اكس اوفر الاكس اكس. طب مين الواي؟ الواي ده في. طب مين الاكس؟ دي تي. طب مين الفي على التي؟ الفي على التي دوت هو عبارة عن الاكسلريشن. فبالتالي احنا هيكون عندنا ايه؟ هيكون عندنا السلوب بتاع الجراف اللي بيبدأ بفي وبيبدأ بتي هيكون هو الاي. يعني لو حطيلي هنا سيتا هتبقى الاي ايكوال التان سيتا، زي بالظبط الجراف التاني بالظبط. اما لو احنا عندنا الجراف ده بتاع نون يونيفورم فاكيد هيدينا شكل ايه؟ هيدينا شكل بتاع نون يونيفورم فيلوسيتي، بس بقى اختلاف هناك كان دي وتي، هنا في وتي، وهيطلع كيرفد ايه لاين. طيب لو حبيت ارسم او احسب الاكسلريشن من هنا هو نفس الفكرة بتاعت بالظبط الدرس اللي فات، الاسلوب هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ عن التانجنت. طب وبنحسب التانجنت ازاي؟ لو انا مثلا عايز احسبه عند النقطة دي بروح ارسم كده خط بالشكل ده كده، وابدأ ان انا اعمل تريانجل هنا وابدأ اخد اتنين في، يبقى عندي في 2 وفي 1 او بنسميهم في اي وفي اف، واخد اتنين تايم بنسميهم تي اي وتي اف، واعملهم ماينس بالقانون بتاعنا اللي بيقول ايه؟ ان القانون عندي بيقولي في اف ماينس في اي اوفر تي اف ماينس تي اي. احنا كمان نقدر نوصف الاكسلريشن بثلاث طرق، والاكسلريشن دي زي الفيلوسيتي ممكن تطلع لي بوزيتيف اكسلريشن، ممكن تطلع لي زيرو اكسلريشن، وممكن تطلع لي نيجاتيف اكسلريشن. طيب ايه الفرق بينهم؟ امتى تطلع الاكسلريشن بوزيتيف؟ قالي لما الفيلوسيتي يحصل لها انكريز، لما الفيلوسيتي يحصل لها انكريز، وهتكون ال في اف جريتر ذان ال في اي. لكن امتى تطلع نيجاتيف؟ لما الفيلوسيتي يحصل لها ديكريز، لما الفيلوسيتي يحصل لها ايه؟ ديكريز، وهيكون ال في اس سمولر ذان ال في اي. طب وامتى تكون بزيرو؟ قالي تكون بزيرو لما تكون الفيلوسيتي constant او uniform، constant او uniform. يعني امتى؟ لما تكون ال vf equal لل va اي. يبقى انا عندي تلات انواع من الاكسلريشن او تلات حالات من الاكسلريشن، بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو. اللي بيحدد لي الاكسلريشن هو ال velocity هيحصل لها increase ولا decrease ولا هتكون constant. طيب لو حبيت ارسم جرافس للتلاتة دول هنبدأ نرسمه اهو. لو احنا حبينا نرسم جراف لل positive acceleration فهيكون هنا في V وهنا في time، وهيكون ده عبارة عن straight line يا اما start from original position، او المهم ان هو هيبقى ايه طالع لفوق. يعني ممكن يكون كده، وممكن كمان اهو هرسمه هنا بخط احمر، ممكن يكون مثلا كده بالشكل ده كده بالظبط. ممكن يا جماعة يطلع من هنا عادي، مش شرط يطلع من الزيرو، مش شرط. معنى انه بيطلع من الزيرو اللي هو هنا، يعني هنا في اي ايكوال اي زيرو، لكن مش شرط في اي تكون ايكوال اي زيرو. اما لو حبيت ارسم جراف للزيرو اكسلريشن فيكون بالشكل ده كده. احنا عندنا هنا الفي وهنا التايم، وهيكون بارال تو تايم اكس بالشكل ده كده. اما لو حبينا نرسم جراف للنيجاتيف اكسلريشن فهيكون عندنا هنا بردك في وهنا تايم، وهيكون الجراف عبارة عن ايه؟ لاين بالشكل ده كده. كل دول عبارة عن ايه الاشكال اللي انا رسمتها دول؟ قال الاشكال اللي احنا رسمناها دي هتكون ايه؟ هتكون positive acceleration و negative acceleration و zero acceleration، بس ده كله في حالة ان هما ايه، انا هتكلم دلوقتي على positive والnegative بس، سيبنا من الزيرو. uniform acceleration لان هنا عبارة عن straight line. يعني واحد يقولي يعني احنا ممكن نرسم جراف تاني؟ طبعا ده احنا ده positive acceleration وده negative acceleration وده zero. طب احنا معنى كده ان احنا نقدر نرسم جراف تاني لل positive acceleration؟ اه بالشكل ده كده اهو. هنا عندي هنا في وهنا تايم، ويكون عامل كده بالظبط. ده كده بوزيتيف اكسلريشن بس نون يونيفورم اكسلريشن. يبقى البوزيتيف اكسلريشن دي موجوده في ايه؟ ده بوزيتيف اكسلريشن، اللي فوق بوزيتيف اكسلريشن، بس الفرق بينهم اللي فوق ده يونيفورم
واللي تحت ده نون ايه؟ نون يونيفورم. طب لو حبيت ارسم نيجاتيف اكسلريشن ونون يونيفورم هيكون بالشكل ده كده. هنا في وتي هيكون بالشكل ده كده، ده بردك نون يونيفورم. قال لي عندي شوية نوتس مهمة جدا لازم نكون احنا عارفينها. أول حاجة قال لي لو احنا كان عندنا بادي ماشي بيونيفورم اكسلريشن، لو هو ماشي يونيفورم اكسلريشن واحنا عايزين نحسب الافريج فيلوسيتي، فالقانون بتاعنا هيبقى في اف بلس في اي اوفر 2، في اف بلس في اي اوفر 2. ده في حالة ان هو يونيفورم اكسلريشن وانا عايز احسب مين؟ عايز احسب الافريج فيلوسيتي. طبعا الموضوع ممكن يجي لي عكس، كنا انا محتاج الفي اي او الفي اف ويديني هو الافريج واجيب منهم الفي اي او الفي اف. طيب الحاجة التانية قال لي لما انت، الحاجة التانية هنقولها لما نلاقي كلمة ريست في السؤال او ستارت موشن فروم ريست، فده معناه ان في اي هتبقى بزيرو ومعناه ان الاكسلريشن هتبقى بوزيتيف فاليو. طيب النقطة اللي بعديها قال لي لو انت لقيت كلمة ستوب هيبقى في اف هي اللي بزيرو، وده معناه ان ال A بنيجاتيف فاليو. اما لو احنا لقينا كلمة ستوب او كلمة بريك او لقينا كلمة ديكريز سبيد او فيلوسيتي يعني، او لقينا كلمة ديكسلريشن، ده معناه ان ال A هتكون بردك بنيجاتيف فاليو، يعني هو يديني الاكسلريشن ب 5 وانا لما اجي اعوض عليها في القانون اقول له ان هي نيجاتيف A 5. إيه كده ليسن 2 خلص، هنبدا نحل اسئله. اول حاجه بيقول لي في نمبر 4، احنا هنا في كتاب المعاصر في بيج 176 نمبر 4 عندنا بيقول لي ايه لو احنا عندنا البادي ستارت موشن فروم ريست اوتوماتيك اروح رايح عايزه يبقى في اي بكام؟ بزيرو. وبيقول لي سبيد اب سرعته بدات تزيد، ابقى انا فاهم ان الاي لازم تطلع معايا ايه؟ بوزيتيف. فبيقول لي ان الفيلوسيتي هتبقى 50، ف 50 دي هتبقى هي الفي اي اف، هتطلع ب 50 متر بر اي بر سكند. بيقول لي التايم عندنا كام؟ ب 10، يبقى انا عندي التايم ايكوال ايه؟ 10 سكند. هو عايز يحسب مين اكسلريشن؟ القانون بتاعها هو في اف ماينس في اي اوفر تي. طيب هتطلع ايكوال ال في اف بكام؟ ب 50 ماينس التايم ال ب 10 وال في اي ب 0، تطلع الحل بتاعنا 5 متر بير سكند باور ايه؟ باور 2. اذا هو ده الحل ايه بتاعنا. ايه ناخد سؤال تاني. ايه هنحل كمان نمبر 5. نمبر 5 بص كده الرسمه اللي قدامنا، فهو مديني تايم ومديني اكس اللي هي ديستنس بالمتر. بيقول لي ان هو كان هنا زيرو وهنا زيرو، بدأ طبعا ان ايه؟ ان مثلا وصلنا للفاينل عندنا هنا، الفاينل عندنا هنا بيقول لي ان احنا اخدنا تايم ب 10 سكند ومشينا ديستنس ب 100 متر. تمام؟ طيب هو هنا عايز ايه؟ بيقول لي ان احنا عندنا كار، والكار دي هيبدأ يتحدث لها بريك فرامل، وكانت الفيلوستي بتاعتها 20 متر بر ايه؟ بر سكند. يبقى معنى كده ان انا عندي الفي اي بكام؟ ب 20 متر بير سكند. واحنا عرفنا التايم وعرفنا الديستنس من شويه، فهو اول سؤال طالبه مني هو عاوز يعرف ايه؟ عايز يعرف الافريج فيلوسيتي من تايم 0 لحد تايم ايه؟ 10، من تايم 0 لحد تايم 10. احنا طبعا عندنا ارقام كتير جدا، فعشان نحسب الحسبه دي ايه؟ هنجي نعمل دي 2 ماينس دي 1 على تي 2 ماينس تي 1. طيب يبقى ايكوال دي 2 اللي هي اخر حاجه يعني اللي هي 100 ماينس دي 1 اللي هو اول حاجه مثلا اللي هي 0. بعد كده بنبدا نعمل تي 2 اللي هو اول حاجه 10 ماينس تي 1 اللي هو اخر حاجه 0. ليه انا عملت اول حاجه واخر حاجه وما خدتش اي نقطتين بمزاجي؟ عشان هو اللي شرط عليا من 0 لايه؟ ل 10. طب هنروح نحسب الحسبه دي، هتطلع معايا 10 متر بير سكند، يبقى انا اول حاجه هختار 10 متر بير سكند. اما السؤال التاني بقى اللي هو يهم الدرس بتاعنا هنا، وعايز يحسب الاكسلريشن، واحنا قانون الاكسلريشن عندنا في اف ماينس في اي اوفر تي.
تمام. يبقى انا عشان احسب الاكسلريشن محتاج كام حاجة؟ محتاج اعرف 3 حاجات اللي هما مين؟ محتاج اعرف الفي اي بكام اللي هي بتويني طبعا جبناها، والفي اف بكام، ومحتاج كمان اعرف ايه؟ محتاج اعرف التايم كام، التايم بتن اللي هو اخر حاجة في التايم. اما في اف بكام؟ لما نيجي نقرا السؤال كده هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه قايل اللي هو ايه؟ هيحصل له ستوب، هيحصل له ستوب، وستوب دي معناها ان في اي بكام؟ في اف قصدي بزيرو. نبدأ بقى نروح نحل، يبقى في اف بزيرو وفي اي ب20 والتايم ب10، تطلع معايا نيجاتيف 2 متر بير سكند باور 2. يبقى انا هختار هنا نيجاتيف 2 متر بير سكند باور 2. ده السؤال نمبر ايه؟ 5. السؤال اللي قدامنا ده نمبر 15، هو بيمديني جراف هنا عبارة عن هنا في displacement وهنا في time، وكمان هو عاوز يعرف نوع الاكسلريشن من A لحد B، وعايز يعرف نوع الاكسلريشن من B لحد C. نركز كده من شوية، احنا كل الجرافس اللي خدناهم كان بين ال V وبين ال time، لكن ده هنا بين ال D وبين ال T. يبقى لازم الاول احدد نوع ال velocity في الجراف الاول وال velocity في الجراف التاني عشان اعرف نوع الاكسلريشن. طيب تعالى كده ناخد نقطة معينة B ل C، هنحسبها الأول. مش من B ل C ده uniform velocity لأن ده straight line، uniform velocity يعني constant velocity. طب مش في ال constant velocity ال acceleration equal zero؟ يبقى إذا احنا عرفنا من B ل C ال acceleration بزيرو، يبقى أنا كده مش هختار A ولا هختار سي. يبقى انا كده عندي ايه؟ فاضل لي ايه؟ فاضل لي اي بي. طيب بالنسبه لاي بي بقى، واحد يقول لي ايه؟ ان احنا عندنا دلوقتي تو جراف. بص كده، تعالى نحسب كده واحده واحده، ادي الجراف الاولاني وادي الجراف التاني، وهحط هنا دي وهحط هنا تايم وهحط هنا دي وهحط هنا دي. ايه الفرق بين الجراف ده كده وايه الفرق بين الجراف ده كده؟ الجراف الاولاني اللي قدامي ده اللي السبيد فيه جت في الاخر، والسبيد هنا حصل لها ايه؟ او الفلوسيتي حصل لها انكريز لان الكيرف كان مايل ناحيه مين؟ الديسبليسمنت. اما هنا جه في الاخر والفلوسيتي هنا حصل لها ايه؟ حصل لها ديكريز. ليه حصل لها ديكريز؟ لما يكون الكيرف يبدا يميل شويه ناحيه التايم اكس يبقى الفلوسيتي يحصل لها ديكريز. نثبت المعلومه دي معانا يا جماعه، لما يكون الكيرف يبدا يميل ناحيه التايم يبقى الفيلوسيتي بيحصل لها ديكريز، وده اللي حصل اهو في الجزء ده، ان بدا الكيرف يميل ناحيه التايم اكس، فبالتالي الجزء ده الفيلوسيتي فيه بيحصل لها ايه؟ ديكريز. وبان الفيلوسيتي ديكريز تبقى الايه؟ بنيجاتيف فاليو. يبقى انا اذا هختار البي ومش هختار السي، البي هي اللي صح. السؤال اللي بعده نمبر 16 بيقولي على الجراف قدامك، عندنا جراف بين الفيلوسيتي وبين التايم، وعندي بادي اسمه A وبادي اسمه B وبادي اسمه C. فأول طلب سألوا عني إن البادي A ده بيمشي ازاي. بص البادي A دوت أول حاجة هو ستريت ولا كيرف؟ كيرف. طب ما كيرف يبقى هنا يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ يبقى نون يونيفورم، يبقى نون يونيفورم. طيب أنا عايز أعرف هو نون يونيفورم الفيلوسيتي ولا هو نون يونيفورم سبيد، سوري اكسلريشن. طبعا هو بما انه في اوفر تي يبقى ده نون يونيفورم اكسلريشن، فهختار الاجابه بي. طب بالنسبه للبادي بي، البادي بي هنا احنا عندنا ده ستريت لاين، يبقى ده يونيفورم اكسلريشن. طيب ليه هنا ما اخترتش يونيفورم فيلوسيتي؟ لان اليونيفورم فيلوسيتي ديت هو هنا مثلا كانت الفي مثلا ب 10 وهنا مثلا كانت الفي ب 30، معنى ان عند اول بي كان ب 10 وعند اخر بي كان ب 30، يعني الفيلوسيتي بتتغير مش ما بتتغيرش، فعشان كده مش هينفع نختار سي. اما البادي سي ده هو اللي احنا هنختار له ايه؟ موف ويز يونيفورم فيلوسيتي، لان الفيلوسيتي هي 10 وكل ما التايم يعدي معايا الفيلوسيتي هتفضل 10، فهي كونستنت ايه؟ فيلوسيتي. ناخد كمان سؤال question number 17. هنا بيبدأ يكلمني انه حاطط لي جراف هنا، واول حاجة عاوز نوع الاكسلريشن من A ل B ومن B ل C ومن C ل D.
طبعا من A ل B هنا البادي بدأت السبيد بتاعته يحصل لها انكريز من 0 لحد 20، لأن هنا في V، فبالتالي دي بوزيتيف. وبعد كده من B ل C بدأت تبقى ستريت لاين بارل تو تايم اكس، فبالتالي دي 0. وبعد كده من C ل D بدأت الفيلوسيتي تقل من 20 لحد 0، فبالتالي دي نيجاتيف، فهروح اختار ايه؟ بوزيتيف 0 نيجاتيف اللي هو C. بعد كده قال لي احسب الاكسلريشن من A ل B بس، وانا عشان احسب الاكسلريشن محتاج في اي وفي اف وتي، يبقى في اف ماينس في اي اوفر تي. طب هو عايز يحسب الاكسلريشن فين؟ في اي بي، في اي بي. يبقى اذا عند A دي هتكون الفي اي، وهتكون عند B دي الفي اف، اما التايم هيكون الديفرنس بينهم. اجي بقى اعوض في اف اللي احنا قلنا هتكون عند B اللي هي بتويني، في اي اللي هي عند ايه اللي هي بزيرو، وي تي اللي هو الديفرنس 4 ماينس 0 ب 4، تطلع معايا 5 متر بير سكند باور 2. يبقى ده حل النقطة الأولى. أما النقطة اللي بعد كده هو عايز يحسب الأكسلريشن بس في سي دي، في سي دي. يبقى إذا أنا عندي سي اللي قالها الأول بتكون في اي، ودي اللي قالها التانية هي في اف. طبعا الفي اف هنا بزيرو والفي اي هنا ب 20. طيب هي الاي قانونها ايه؟ في اف ماينس في اي اوفر تي. طيب نبدا نحسب الفي اف، احنا قلنا بزيرو والفي اي ب 20. اما التايم هيكون الفرق في في المكان ده اللي هو من سيل دي اللي هي 12 ماينس 8، اللي هي 12 ماينس 8 بردك هتديني 4، كل الحالة هيطلع معايا نيجاتيف 5 متر بير سكند باور 2. انا لما اجي اشتغل على الجراف لازم احدد ايه الديستنس والفيلوسيتي والتايم. لما اجي احسب التايم باخد دايما ديفرنس بين اي تو بوينت، ولما يجي يقول لي احسب الاكسلريشن في اي بوينت، فمثلا لو هو بيقول لي من سي دي، فيبقى سي اللي هو بيقولها الاول هي الفي اي، ودي اللي هو بيقولها التاني هي في اف. اما التايم هاخد الديفرنس بينهم. اخر طلب عندي هنا هو عاوز ايه؟ في اخر طلب قال لي انا عايز الديستنس في الموشن بي سي. هو عايز بي سي ده كان ماشي يونيفورم فيلوسيتي، واليونيفورم فيلوسيتي بتنطبق تحت قانون ايه؟ تحت القانون دوت ان احنا عندنا ال v equal d over t، فبالتالي لو انا عايز احسب الدي بس تبقى v times t. ال v عندي ب 20 والتايم طبعا هحسب الجزء بتاع اللي هو من 8 ل 4 بس، عشان هو محدد لي من B ل C، ومن B ل C ده هو 8 minus 4 يعني 4 بس، هقوله times 4 تطلع ب 80 متر، وده الحل الأخير. عايزين نركز مع بعض كده في نقطة أخيرة في الليسن ده، اللي احنا كده عايزين نربط الفيلوستي ب الأكسلريشن. فاحنا عندنا الفيلوستي كنا بنتكلم عليها يا إما يونيفورم يا اما نون يونيفورم. ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ الفرق بينهم بقى بالنسبه للاكسلريشن، يعني ان اليونيفورم دي لما اجي اشتغل عليها هي ال A equal 0، فبالتالي تنطبق للقانون ده ال V equal D over T، ما اشتغلش غير بالقانون ده. اما لما يكلمني عن نون يونيفورم فيلوسيتي، معنى كده ان هي ال A او هو عنده اكسلريشن، فهروح اشتغل بالقانون دوت اللي هو بيقول لي عليه ايه، اللي هو بيقول لي ال A equal V F minus V I over A over time، عشان نعرف امتى نشتغل بده وامتى هنشتغل بده. ايه احنا كده هنقف عند الجزء ده من الفيديو ده، نخليه الاكسليريشن لوحده. لينا فيديو تاني مع درس كبير اسمه equation of motion. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.